العشر الأواخر من رمضان فرصة لكل مسلم للتقرب إلى الله وطلب العفو والمغفرة والعتق من النار وإجابة الدعاء. من أفضل الأعمال في العشر الأواخر الاعتكاف، وهو التفرغ الكامل للعبادة والسمو بالنفس عن الانشغال بغير الطاعات والعبادات. تقع ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر في رمضان، وهي ليلة الفرقان والغفران والتوبة والرحمة والبركة والعتق من النار وليلة سلام للمؤمنين من كل خوف. هي ليلة من أعظم الليالي قدراً ومنزلة عند الخالق جل علاه، فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن. سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والآجال. فضائل ليلة القدر لا تعد ولا تحصى، فهي ليلة كثيرة البركة والرحمة، وتعد العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. تتنزل فيها الملائكة بالخير والبركات والرحمة والعتق من النار. فلقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أحب الأدعية في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاللهم بلغنا ليلة القدر واجعل دعاءنا فيها مستجاب يا الله. وكل رمضان وأنتم بخير.